تحليق 7400 طائرة عسكرية فوق النمسا العام الماضي بعضها دون إذن. النمسا تطالب بحل سياسي للأزمة السودانية المشتعلة. سلوفينيا تريد إشراك المفوضيات الأوروبية لحل خلاف الحدود مع النمسا. 7 استفتاءات تتجاوز عتبة 100,000 صوت تصل إلى البرلمان. ترحيل 13,000 لاجئ خلال العام الماضي، 60% منهم غادروا طواعية. وافتتاح أول مركز لعلاج السكري في فيينا لتلبية احتياجات 130,000 مريض. تحية طيبة إلى حضراتكم، النشرة الإخبارية المفصلة على النمسا ميديا. قالت وزارة الدفاع النمساوية أنه تم معالجة 1650 عملية نقل أسلحة عبر البلاد منذ بداية الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك رداً على طلب إحاطة من حزب الحرية حول إحصاءات عمليات نقل الأسلحة عبر النمسا إلى أوكرانيا. وأشارت الوزارة إلى أنه حلقت 7400 طائرة عسكرية خلال 12 شهراً الماضية، بينما حلقت 7 طائرات أمريكية فوق النمسا دون إذن، إضافة لعدة دول أخرى بدون إذن أيضاً. ولم تشر الوزارة إلى أي محاولة اعتراض للطائرات نفذها الجيش النمساوي. حث وزير الخارجية النمساوي شالنبرغ طرفي الصراع في السودان على إلقاء أسلحتهم ومنع إراقة الدماء، مشيرا إلى أن السودان يشهد تسونامي من الأزمات. كما أعلن الوزير أنه تم إجلاء 27 نمساويا بينهم أطفال من السودان عبر طائرات نقل عسكرية ألمانية إلى الأردن، في حين لا يزال 30 نمساويا موجودين في السودان. وأكد الوزير على دعم الرعايا النمساويين وتسهيل مغادرتهم السودان بشكل آمن. أكدت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار من فيينا أن توسيع سيطرة النمسا على الحدود مع سلوفينيا أثار استياء السلوفينيين. وأشارت الرئيسة إلى أن بلادها تبحث عن إمكانية إشراك مفوضية الاتحاد الأوروبي في هذا الخلاف بعد 8 سنوات من التمديدات المتكررة للقيود المشددة، لأنه لم يكن لدى فيينا أي حجة على الإطلاق. وأضافت أن سلوفينيا تريد حل المشكلة بطريقة مختلفة، وأن هذه القيود تزيد من خطر الاختناقات المرورية في فصل الصيف وتسبب إزعاجاً للمسافرين. نجحت 7 استفتاءات بتجاوز عتبة 100,000 صوت للدخول إلى البرلمان النمساوي ليتم التعامل معها. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن على المجلس الوطني التعامل مع 7 استفتاءات جميعها حصلت على العدد الكافي من التوقيعات. والاستفتاءات هي مطالبة برحيل المستشار ومبادرة الاحتفاظ بالتوقيت الصيفي ومبادرة منع رسوم التلفزيون الإجبارية وتأمين قضاء مستقل واستفتاء حول الديمقراطية الحقيقية وإلغاء للحد الأعلى للدفع النقدي ومطالبة بتمكين الجمهور من القرار السياسي. أفاد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم بأنه تم القبض على 712 مهربا للبشر خلال العام الماضي بزيادة 61% عن العام السابق. وأوضح أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في انتشار أعمال الاتجار بالبشر، وأضاف أنه تم ترحيل 13,000 لاجئ في العام الماضي، من بينهم 60% غادروا النمسا طواعية. وأكد أن الحكومة ستواصل مراقبة النقاط الحدودية وتوسيع إجراءات الترحيل والإعادة إلى بلد المنشأ لمكافحة مافيا التهريب.
افتتح مركز فينربرغ لعلاج السكري في فيينا الحي العاشر لتلبية الاحتياجات للمرضى الذين يبلغ عددهم حوالي 130 ألف شخص. ويتوقع المركز الجديد تحسين الكشف المبكر والعلاج وتقديم الخدمات التي يحتاجها المرضى، بما في ذلك إعداد الأنسولين والعلاج والكشف المبكر وسكري الحمل. ويتم تقديم الفحص السنوي لجميع المرضى، ويعمل المركز حتى 8 مساء يوم الاثنين، ويوفر دورات تدريبية ومطبخ للتعليم، ويتم تمويله من حكومة فيينا وصندوق التأمين الصحي. وختاما نتمنى السلامة للجميع. كنت معكم أنا هيفاء، قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة من النمسا ميديا. ألقاكم في نشرات لاحقة، إلى اللقاء.